يعد أحد أساتذة الفن التركي وأحد أساطير المسرح. دخل عالم التلفزيون والسينما منذ الستينيات وعرف لدى الجمهور التركي من خلال أعمال الكثيرة والكبيرة، وقد تعرف عليه الجمهور العربي لأول مرة بدوره المميز والمحبوب في المسلسل الكبير وادي الذئام، والذي جسد شخصية الخال خليل إبراهيم. فمن هو الممثل الراح سونمز أتاسوي؟ ولد الممثل الكبير الراح سونمز أتاسوي في الأول من يناير عام 1944 في مدينة كارس التركية الواقع أقصى شرق تركيا، وقد أكمل دراسته الابتدائية والثانوية فيها، ليكمل دراسته الجامعية في العاصمة التركية أنقرة، حيث تخرج من كلية الفنون الجميلة في قسم التمثيل، وقد اعتلى خشبة المسرح لأول مرة عام 1968 بعد أن عمل في المسرح الحكومي في أنقرة، ليخدم في هذه المؤسسة لمدة 40 عاما كممثل ومخرج، حيث حصل على أفضل ممثل لمرتين عام 1973، كما تم اختياره كأفضل مخرج. وقد بدأ مسيرته التدريسية كمساعد للممثل جونيد جوكتر في عام 1975 في المسرح الحكومي في أنقرة وإزمير، ثم في مدرسة أم أس أم في إسطنبول وجامعة يديه تي بي وأيضا جامعة الخليج. وهو متزوج من الممثلة أمل جوكسو، ولديه بنت تدعى فاديك سيفن أتاسوي وهي أيضا ممثلة. شارك الممثل الكبير الراحل سونمز أتاسوي لأول مرة في عالم التلفزيون والسينما بالمسلسل التركي ثلة شاهين عام 1981، ومن ثم مشاركته بالفيلم السينمائي ويليام شكسبير، ليشارك في عام 2004 بأحد أهم المسلسلات التركية وهو مسلسل وادي الذئام الذي غير مجرى حياته فيما بعد، وقد جسد شخصية الخال خليل إبراهيم بالموسم الثاني والثالث، وتميز بدوره المحبوب والجميل بجانب مراد علمدار، ليبدأ برحلة جديدة نحو عالم الشهرة والنجومية ويصل إلى معظم دول العالم، كما أصبح يمتلك سجل حافل بالأعمال الدرامية والسينمائية. ففي عام 2007 ظهر الممثل الراح سونمز أتاسوي لأول مرة أمام الجماهير التركية في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث قدم مسرحية بعنوان كاندي يوك كومبانيز، واستطاع أن يجذب انتباها كبيرا للجمهور، حيث قام بتأسيس أول مسرح تركي رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية مع زميله الممثل إبراهيم يزجي، وقدموا أول مسرحية لهم والتي كانت بعنوان كاميونيجار بحضور 1500 شخصا. وقد شارك لأول مرة على المسرح مع ابنته الفنانة فاديك سيفن أتاسوي، كما يعد هو الرئيس الفخري لجمعية نيويورك للفنون التركية الأمريكية. في 11 من ديسمبر عام 2011 أصيب الفنان الراحل سونمز أتاسوي بنوبة قلبية حادة نتيجة انسداد في الشرايين، وقد أدى ذلك إلى توقف جهازه التنفسي وانخفاض مستوى الأكسجين، مما أدى إلى توقف الدماغ، حيث كان بحاجة لزراعة قلب ويعاني ألم بالصدر وضيق بالتنفس، ليرحل عن عالمنا بعد 4 أيام ويترك أثره الجميل والمحبوب. وقد دفن في مقبرة كاريشا بالعاصمة أنقرة، حيث حضر جنازته عددا من نجوم الفن التركي، ومن بينهم الفنان نجاتي ششماز والفنان غرجان أوغون وعدد من القائمين على مسلسل وادي الذئام. فمن أبرز أعماله الفنية مسلسل تلة شاهين عام 1981، مسلسل وادي الذئاب عام 2004 وحتى عام 2009، مسلسل الانفصال عام 2007، مسلسل سقاريا الفرات عام 2009، فيلم مرحبا عام 2011،